أقيم الملتقى الوظيفي لحملة شركاء لتوظيفهم الدفعة الخامسة لذوي الإعاقة الذي كان بالشراكة مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ومعهد البناء البشري، حيث يقدم هذا الملتقى فرصة للخريجين من البرنامج التدريبي الذي امتد إلى 9 أشهر للعمل في القطاع الحكومي والخاص. يتجولون في المعرض الوظيفي يحملون شهاداتهم التدريبية ويحلمون بفرصة عمل في الملتقى الوظيفي للدفعة الخامسة الذي أقامته الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة مع معهد البناء البشرية، والتي أتى ضمن حملة مبادرة شركاء لتوظيفهم. حيث أن عدد المنتسبين بلغ 100 منتسب، والقطاعات الموجودة اليوم لتوفير المقاعد الوظيفية القطاع الخاص لا سيما القطاع المصرفي، إضافة إلى بعض شركات بيع التجزئة. أيضا هناك تواجد لبعض الاتحادات للاطلاع على التجربة. هذا الملتقى يعد فرصة للخريجين من الدفعة الخامسة للحصول على فرصة عمل سواء في القطاع الخاص المتواجد أو القطاع الحكومي عن طريق الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة. احنا نشتغل على الجانبين، في الجانب المبادرة وهو قاعد ياخذ برنامج تدريبي مدته 9 شهور في خدمة العملاء وفي الإدارة المكتبية الحديثة، بعدها يتوظف في القطاع الخاص. أما دورنا احنا في الهيئة في إدارة التوظيف، لا، احنا نستقبل طلبات التوظيف اللي هي راح تكون عن طريق ديوان الخدمة المدنية. البرنامج التدريبي الذي امتد إلى 9 أشهر أكسبهم الكثير من المهارات وترك أثراً واضحاً عليهم. سعيد جداً إن شاء الله نحصل على الوظائف، وإن شاء الله تشوف إن شاء الله بالمستقبل تشوف نفسي إن شاء الله بعلى المراتب. قدمت بكل مكان، حابة أستقل بالكمبيوتر يعني أدخل بيانات. مبدأ الشراكة تجسد في هذا الملتقى الوظيفي لفئة ذوي الإعاقة دعما لهم في الحصول على كافة حقوقهم من التدريب والتأهيل. هذه المبادرة تهدف إلى دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل الكويتي، وذلك بعد تدريبهم وتأهيلهم بما يتناسب مع قدراتهم. مروان محرم، تلفزيون دولة الكويت.